شوفوا شو طلعت. طبعا سلامة وايد تحب تسوي شعر رسائلات ترفع تنزل وكذا، فدايما كنت أدور لها هذيلة اللي تروم تشكل شعرها وتروم تحط لها شبابيس وتروم كذا، لأن هي عندها الباربي أو الألعاب الثانية ما يعني ما تقدر تغير وايد في الشعر يكون يابس وشي. فحصلت هذا ستايل مي، الحين بنشوف. شوفوا حاطين بعض الأكسسوريز مال الشعر وشي، أحس إنه وايد وايد حلو، منتج حق البنات اللي في عمر سلامة. شوفوا إحنا لزقنا الشعر، ترون أي ستايل تبونه بهالطريقة، وهني تحطون هذا شرات الدرب والظفري، شوفوا تحطون فيه شبابيص هام الشطة. شوفوا إذا بناتكم يحبون هالسوالف خذوا لهم، وايد وناسة يفسحي شعرها. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.